أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك واختيار حضرتك لهذه الآية الكريمة علشان عايز تعرفنا إيه هي اليسرى دي. هو أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. دايما ربنا لما كان بيتكلم عن الأتقياء بيجيب أول سمة من سماتهم العطاء. لما قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. النهاردة ربنا عز وجل فصل العطاء عن التقوى. يعني جاب لفظ خاص مع لفظ عام. ده دليل على إن العطاء مهم جدا. لا، وأقدمه على مين؟ على التقى. معايا؟ فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسن هنا صدق بالخيرية، صدق بالعطاء، صدق بعبادة ربنا عز وجل. عارفين إيه جزاؤه؟ لما يعطي ويتقي ويصدق، عارفين هيبقى جزاؤه إيه؟ فقال لك إيه بقى؟ فسنيسره لليسرى. هنيسره لليسرى في الدنيا وهنيسره لليسرى في الآخرة. يسرى في الدنيا يعني الصحة، يعني الرضا، يعني السعادة، يعني كل هم وقرب بيعدي، يعني الشهادتين قبل ما يموت، يعني الفلاح بقى بيعدي على الصراط في الآخرة ويدخل الجنة. يسرى جنة الفردوس الأعلى. ليه بقى؟ هو عمل إيه؟ هو أعطى واتقى. إحنا بقى مهمتنا ايه بقى؟ احنا بندي، المفروض ان احنا ننفذ الكلام ده، لان مفيش فينا حد اسمه ماهوش عايز اليسرى، مفيش فينا حد ماهوش خايف من يوم القيامه. كلنا عارفين ان احنا حياتنا كلها هنعيش قد يوم او بعض يوم، يعني زي ما اصحاب الكهف قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. هم ماتوا 309 سنين، ما احنا مش هنعيش 100. ربنا يطول في اعمار الساده المشاهدين. يعني فالعطاء مهم جدا جدا. والمشكله كمان ان ربنا قبلها اقسم. عارفين يا جماعه، ربنا ما قالش الكلام بصيغه الخبر، انما اقسم، قال والليل اذا يغشى، واقسم بالليل، واقسم بالنهار، والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. انا سعي في الحياه حاجتين، لشتى، مختلف، في خير وفي شر. فاما من اعطى واما من بخل. حضرتك بقى هتبقى مع مين؟ هي دي رسالتنا، ان احنا نساعدك انك تبقى مع فاما من اعطى. طيب خلينا نروح نشوف تقرير. بالفعل انا كنت بسال حضرتك الحلقه اللي فاتت عن المبردات، احنا مش شايفينها ليه؟ قلت لي هم بيصوروها النهارده، فهنشوف تقرير عن قافله المبردات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الإشراق، صباح انطلاقة القافلة الجميلة، قافلة جمعية البر والتقوى اللي هتجوب محافظات مصر ومنطلقة إلى أكثر الأماكن ازدحاما في يومها هذا. ونأذن النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بانطلاقها عشان توصل الكولدرات والمبردات لأكثر الأماكن ازدحاما. كلنا عارفين إن المية ربنا سبحانه وتعالى أنعنها وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية، سقي الماء من أعظم أبواب الخير على الإطلاق. سقي الماء مش بس حفر أبار، قد يكون بتبريد الماء وتوصيل الماء البارد للناس المحتاجينه، بالذات في الجو الحر اللي إحنا فيه. شكراً لكل حد ساهم في هذه القافلة، شكراً للشباب المتعاونين اللي بيوصلوا هذه الكولدرات والمبردات لأماكنها ويركبوها في أماكنها. شكراً لجمعية البر والتقوى اللي بتوصل لأكثر الأماكن ازدحاماً وأكثر الناس احتياجاً. شكراً لكل حد ساهم ولو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. شكراً لكل حد تبرع بقرش أو بماله لكي يسهم في سقي الماء من جانب وفي إيصال الماء البارد من جانب آخر. على بركة الله تنطلق هذه القافلة ضمن حملة سقي الماء البارد لأكثر الأماكن ازدحاما على مستوى جمهورية مصر العربية مع جمعية البر والتقوى. شكرا ليكم، وربنا يتقبل منا جميعا صالح العمل، والحمد لله رب العالمين.
محافظة الفيوم تحديدا في مركز إطفاء الغرق، متواجدين النهارده كجمعية البر والتقوى بعربيات محملة بكولدرات ومبردات المية. دي المبادرة اللي أطلقتها جمعية البر والتقوى وإحنا بننفذها النهارده. بننفذ وبنقول إن أفضل الصدقات هي ما وافقت حاجة المتصدق عليه. تخيل أنت النهارده بتقدم شربة مية ساعة لواحد بيعاني من درجة حرارة عالية وشديدة جدا، بتقدم له شربة مية ساعة. متواجدين النهارده وان شاء الله بفضل تبرعاتكم ودعمكم هنكمل لباقي محافظات الجمهوريه. دكتور عماد، بقى راحت فين القوافل دي بالتحديد؟ في مدارس، في مساجد، في محافظات ايه؟ واحنا بدأنا بالفيوم، بني سويف، الإسماعيلية، دمياط، الدهلية. التمركز الرئيسي بتاعنا الأساسي المساجد، في المدارس، وفي اللي هو الكتاتيب، أماكن تحفيظ القرآن الكريم. طبعا الحمد لله احنا كل أسبوع تقريبا في قافلة بتطلع مكان، لغاية إن شاء الله ما ربنا يكرمنا ونقدر نوصل لغاية أسوان إن شاء الله. فانا بشكر الناس طبعا اللي هم حاسين فعلا قيمه الحر اللي احنا فيه، ويعني ايه كوبايه ميه ساعه. فبالك بقى في اماكن فقيره حلمهم كان وجود ميه، بقى كمان بقى في كولدير الى جانب الميه. محطات التحليه اللي اتعملت الحمد لله زودناها بكولدرات ميه، يبقى الناس بدات النهارده تملى ميه ممتازه مع بارد في نفس الوقت. الفلاحين والناس العمال اللي بيشتغلوا باليومية وكده فرحانين جدا. ليه؟ لأن طبعا بيبقى شغال في عز الحر، ما ينفعش يشرب مية عادية، بيبقى عايز أي حاجة حتى لو يعني نص برودة شوية. فكرة جميلة الحمد لله ربنا هدانا ليها، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ونكمل للآخر إن شاء الله على قدر احتياج الناس. إحنا بنتحرك إلى جانب، إحنا كولدرات شغالين في نفس المنهج، بس ما وقفناش عن الآبار، ما وقفناش عن الاسقف بتاعه المنازل. بنستعد دلوقتي مشغل البر والتقوى اشتغل، بنجهز لبس المدارس. مشغل البر والتقوى ده ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ مشغل بيخيط الملابس للمدارس، بيشتغل فيه طبعا ستات وكده. بيشتغل فيه باجر. باجر. هم بيشتغلوا حتى، بس مهما كان احنا طبعا بنكسي المفروض 3000 طفل يتيم وفقير. اللي احنا قلنا لا احنا نصنع بقى. فلذلك بقول للناس منه ان انا ادرب على الشغل، ومنه ان الناس تشتغل وتاخد فلوس اللي هي الحالات، ومنه كمان ان يعني احنا بدانا نجيب الحالات تروح تقيس، ما بفرضش عليه بقى وياخد ويروح يقيف واعمل. لا دي فكره، وده ان شاء الله هيبقى بدايه سلسله. طبعا احنا ما بنيجي نعمل اي مشروع جديد بنعمله جنب الاداره العامه في دمياط. بتبداوا هناك. نبدا هناك وبعد كده تعملوا، نعيش تجاربنا كلها واخطائنا وعيوبنا، ولغايه ما يبقى تمام نفرد بقى. الخطوه الجايه ان شاء الله هنعمل مشغل في الفيوم، هي ليها على طول مشغل في محافظه الاقصر. ده هيشغل ستات كتير قوي. كتير جدا. احنا بتدربوهم الاول ولا بتبقوا طالبين واحده بتعرف؟ لا احنا في الاساس معانا واحده مدربه. كويس. بتجيب بقى حواليها ناس تدربها. ليه؟ لان انا هدفي مش اللي شغاله، ما هي اللي شغاله شغاله، ممكن نديها مكنه وتشتغل من بيتها. لكن انا عايز اللي هم بيبحثوا عن شغل، اللي هو ما عندهاش فرصه عمل اصلا، مش عارفه تعمل ايه. فبنقول لها تعالي بدل ما تاخد شهريه تشتغل. لا تشتغل، وبعدين مفيش حد في الدنيا بيقدر يستغنى عن مكنه خياطه. فلما يعرف ان في واحده في الشارع او في القريه او في الحاره بتخيط كويس هيروح له وبيروح لها، وبالتالي كده ضمنت راس مال او ضمنت معيشتها تبقى كويسه وتبتدي تساعد. احنا في ناس كنا ساعدناهم برضو بمكان كان حصل عندهم نسبه اعاقه، كانوا بيشتغلوا في مصنع وما قدروش يكملوا. فطلبوا مننا مكنه خياطه ومكنه سرفله. جبنا لهم ومش متخيلين هم هيعملوا ايه. بعد سنه لانهم جايين بقى الجمعيه بيقولوا احنا الوقت بقى عندنا 6 مكنات ومشغلين مجموعة كبيرة من الأرامل والمطلقات في البيوت. دربناهم وقعدوا نبعت لهم بقى يركبوا الزراير يعملوا مش عارف ايه. فاحنا عرضوا علينا قالوا عايز تدرب في اي مكان احنا مستعد نيجي ندرب، عرفانا باللي انتوا عملتوه.
فبصوا يا جماعه فرص العمل كتيره ومش مكلفه. يعني مكنه خياطه مثلا هنقول مثلا ب 10 12 معايا، بس هتخلي واحده تاكل من عرق جبينها طبعا، وممكن تعلم بنتها، ممكن تعلم جارتها، شويه شويه يبقى المساله اكبر. ليه؟ لان طبعا مساله الخياطه شيء اساسي محدش يقدر يستغنى عنه لاي ظرف من الظروف. يعني زيها بقى مساله التروسيكلات، احنا كنا بنقول عايزين 100 تروسيكل، لان التروسيكل ده هو مشروع تجاره متلقي. احنا بنكمل التروسيكل، بنحط فيه خضار للحاله قبل ما نسلم. عايزين كام واحد؟ 100 تروسيكل. تمام. انتوا كنتوا ايه، جايبين واحد ولا جايبين قد ايه؟ لا ده احنا جبنا، احنا لغايه الان داخلين في حوالي 1800 تروسيكل. الحمد لله. يعني ده نموذج من الاعمال اللي احنا المشاريع الصغيره اللي بس احنا ما بتصوروهمش دول. لا يعني انا شفت واحده بس اللي تصورتوها اللي بالتروسيكل. لا ده كان مساله التصوير دي بيبقى داتا عندنا، لكن لما نيجي نعرض بنعرض واحد بعد ما هي توافق يعني. لكن احنا كان اسهل حاجه، كان اصلا من فتره كان التروسيكل رخيص 8000 7000، فكنا بنجيب كتير. النهارده مثلا تخطى الحاجه ب 20000. تمام. بس عايز اقول حاجه، ايا كان هو قيمته حلوه طبعا. ليه؟ بقى محل متنقل بحريه الحاله، بتروح اي مكان هي عايزاه، بتقف تبيع، ممكن تشغل نقل. ليه اشكال كتيره في العمل، بتدر عليها دخل يومي ساعاتي كمان، مش يومي. وبالتالي بتحس مين اللي ياخد تروسيكل ومين اللي ما ياخدش؟ يعني انتوا بناء على ايه بتقرروا انه ده هياخد؟ هو رقم واحد الحاله اللي بتحدد. بتقول انا عايز اعمل مشروع تجاره. طب زي ايه؟ في واحد يقول لك عايز كشك، بنسال المحافظه هل بترخص الكشك ده ولا لا. طيب مفيش، طب بنعمل سوبر ماركت جوه البيت. طب مفيش، واحد يقول لك انا عايز تروسيكل عشان اتنقل في الاسواق. ماشي، بندرس الموضوع دوت ونعرض على الساده المشاهدين. زي كده مثلا. تمام. بحيث برضو المشاهد هو اللي بيقرر. في ناس ما شاء الله بدات تشتغل معانا فيه، في ناس بدات تشتغل في موضوع البقره الدواره، في ناس بدات تشتغل حسب بقى ظرف الحاله. البقره الدواره يعني مثلا انا بجيب بقره عشر اللي هي على وش ولاده، وبديها لحاله من الحالات الفلاحين عشان يعرف يربيها ويبقى عنده خبره. وبعد السنه بمر عليه اخد الولده بتاعتها معايا اديها لحاله ثانيه. وبعد سنه او سنتين امر، وهكذا تفضل ايه بقى. كنا الاول بندي وخلاص ما بناخدش. بدانا الوقت نعكس الفكره ونقول لا احنا ناخد الخلفه بتاعتها ونفيد حاله واثنين وثلاثه. تمام. في ناس عرضوا قالوا طب ما تاخد ثمنها من الفلاح بالقسط. لا ما ينفعش، ويا دوبك هو هيعيش من لبنها معايا ومن انتاجها اللي بعد السنه بتاعي. لان هو ما اما لو كل سنتين هيبيع راس هتجيب له مبلغ وقدره. صحيح معايا. فانا بقول له الله يعينك اتولى، بس اديني اول انتاج بحيث برضه اديه الحاله واثنين وثلاثه. كنا فكره اللي هي التروسيكل برضه لما جينا نقول ناخد من الناس، طبعا معظم اللي بنجيب لهم تروسيكلات دول بيبقوا اصحاب ديون معايا، بيبقوا مديونين وظروفهم سيئه جدا، وبقى عندهم اطفال وكده. فما بنحسب الريع، متوسط الريع ومتوسط القسط اللي احنا هنقرره، قلنا لا خلاص سيبهم بقى ايه. صحيح. يبقى مع نفسهم، وبنقول لهم بننصحهم ساعدوا الحالات اللي حواليكم. تمام. وفعلا فيهم ناس بتعمل كده. يعني احنا الحمد لله تخطينا 1800 تروسيكل لغايه الان. كان في التكاتك، بس ايام ما كان التوك توك ب 10 و 12، النهارده بقى ب 46 و 45000. تمام. يعني قرب من العربيه. وحته عدم استخدامه لاستخدام الامثل برضه بقت شائعه شويه، فقلنا لا هنخلينا في الامان اللي زي ده. البقره الدواره، التروسيكل، الكشك، محل داخل البيت، الحاجات اللي زي دي، مكنه خياطه، مشاريع كتيره الناس بتدور عليها. في الصيادين يقول لك انا عايز مركب اصطاد بيها. بدانا نشتغل على الوتر ده، لان احنا كل منطقه بيبقى لها هدف اقتصادي معين. مش كل الناس زي بعضها يعني. طيب جميل. طب انتوا وصلتوا لكام بير دلوقتي؟ احنا الحمد لله متخطين ال 4000 بير. ان شاء الله ندي احصائيه باذن الله لما نخلص موضوع الكولدرات. لكن الناس متباطئه شويه في التنفيذ بتاع الابار، كله مشغول دلوقتي على الكولدرات. عدد الابار احنا شغالين فيها
قليله خفت شويه، بس طبعا الحدث اللي جاي المدارس والايتام والمساكين وشنطه المدرسه والكلام من ده، هنحتاج كفاله. عايزين حد يكفل بقى الطفل، طفل في المدرسه. ناس هتقول لك يا عم في كورونا ومحتمل مفيش، طب احتمال فيه، نعمل احنا ايه بقى؟ نقول له اسرح بهدومك القديمه، شكله مش حلو. تمام، شوفي مثلا ده واحد معاه تروسيكل اهو، تمام، شوفي عارفه بيعمل ايه بقى. كان الاول بياخد الجراكن بتاعه الحاره وراح يملى الميه من عندنا من البير وياخد منهم اجرته معايا، الى جانب شغله وتجارته اللي هو بيتاجر عليه. ميزه التروسيكل كده بيفتح لصاحبه شغل كتير جدا. تمام، حد عايز ينقل حاجه، حد ولا هينقل حاجه، وممكن بيشغلوها الانتقالات، يحط خشبه كده الناس تقعد عليها ويشغلها اجره في الاماكن النائيه الجبليه يعني. فربنا يجزي خير للناس اللي معانا في الابار اللي ساهمت واللي لسه هتساهم، وما تقولش كفايه، لان ما حدش عارف هو ايه اللي اتقبل وايه اللي ما اتقبلش. تمام. طيب الكفاله بقى المفروض يدفعوا ايه، ومين بقى الاسر، وهل هو المفروض المتبرع هيعرف مثلا الاسره، يعني هيقول لك ايه؟ يقول لك مثلا قول لي ظروف الناس، ولا بيدفع كفاله من غير ما يعرف، ولا بتمشي ازاي؟ لا، هو بيتصل على 19038 يقول له انا عايزك في الاسره. فهناك بيدوا له تقرير، احنا عندنا اسر 1 2 3، في ايتام من سن كذا لكذا، وفي ايتام من سن كذا لكذا، في الاب موجود بس مريض، وفي ايتام بنات، وفي ايتام صبيان، وفي فقراء، في بيبقى ظروف كده معايا. هو بس احيانا بيسال سؤال وبدا الناس تاخد بالها من الحته دي، طب هم ساكنين ازاي؟ ايجار ولا ملك؟ طب شكل البيت ايه؟ لما بيختار الحاله، لما ربنا يهديه كده الحاله انا عايز ديت، بياخد بحثها ورقم تليفونها وعنوانها، وممكن يعمل لها زياره، وده بيبدا يشوف منظر البيت مش عاجبه فيقول لنا اعملوا لي البيت. معايا؟ ممكن يزورهم مره في السنه. تمام؟ على ولكن التحويل والكفاله بيبقى عن طريقنا. واحيانا بيتعامل مباشر منه لهم عن طريق البريد او عن طريق البنك او كده. تمام؟ في بقى يقول لك لا انا معاهم لغايه ما يتجوزوا، انا معاهم كده يعني لغايه، سيبوني انا بقى مني لهم، بس اشطبوا الاسره دي من عندكم. فاحنا بنبلغ ان دي في كفاله فلان، ما عادش تتعرض على حد. زيها كتير، احنا معانا ناس ما شاء الله بقى لها دلوقتي حوالي مثلا 9 سنين و10 سنين كافله ناس ما شاء الله يعني، لدرجه ان هي يعني جوزوا حد من البيت، وفي ناس بنات بيوت لناس. غير طبعا شق العلاج، شق المدارس، شق المناسبات والاعياد، بيبعت في الحاجات ديت، بيبقوا اخدين حس بعض، ساعات بيبعت يجيبهم يعيشوا معاهم في البيت يوم ولا حاجه. الحد يقدر يدفع مثلا كفاله لمده سنه على بعضها، وانتوا تبعتوا كل شهر؟ احنا بنعمل في حته الكفاله السنويه دي ايه بقى؟ انا بقعد بنقعد مع صاحبه البيت او ربه البيت، ايه اللي في دماغك كمشروع تعمليه؟ معايا؟ تقول مثلا عايز اربي فراخ. طيب احنا نجيب لك الفراخ والعلاقه بتاعتها وهنشتري اول انتاج. معايا كده؟ فلوسك اهي بالكامل، حاجتك اهي، واحنا هنصرف عليكي لمده سنه. ده غير بقى الكفيل نفسه، يعني الكفيل شايل بيدي، مفكر ان هو بيدي شهريه، لا. هي بقى بتاخد بعد كده الحاجه اللي احنا بنشتريها منها، نخليها هي تنظف وتاخد اجر التنظيف، ونوزع على الناس وهكذا، لغايه ما نلاقي العجله بقت تمام ومستواها الاقتصادي بقى كويس، نبتدي احنا نوقف احنا ويبقى منها للمتبرع مباشره. اللهم تقبل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.